هيك لحتى عندي وين عم بتروح هالليل؟ انت ما لك علاقه فيي، وانا عم بروح وانا عم بجي، انا ما بسالك. ليك طول ما انا عم بصرف عليكي حقي اعرف كل شيء بدي ورده عنك، لوين عم بتروحي؟ من وين عم تجي؟ كيف عم تصرف المصريات؟ انت ليش حامل همي؟ وين عم بروح وين عم بجي؟ عم بتجاوبيني كمان؟ على شو بالنسبه لي انت مش بس بشعه، واحه. خلص حكيك هيدا عم بخليني احس حالي اني عن جد مره بشعه. من يسمع هيك بفكر انه جسمي حلو، هذا اصلا ما بحكي بشعه. ما تخافي جبتي ولد اهبل وبشع مثل ابنك اللي من جوا. زلا ما تخاف يعني ما فهمت انه ما تقفل الباب؟ ولا مفكر طابو البيت صار باسمه وانا مالي عرفان؟ بجوز قافل الباب لانه عم تغير ثيابها. تغير ثيابها؟ ولوين بدها تروح؟ على المدرسه اللي فضحت حالها فيها ولا على الشغل اللي بده يجيب لها دولارات كل يوم؟ تالا قررت تترك المدرسه ورح تدور على شغل. احسن لها تلاقي شغل من اليوم. انا مالي مجبور اصرف عليها، والمدرسة اللي كانت تتحجج فيها ما عاد إلى عين تروح عليها. فكرة أنا من زمان كنت شاكك فيكي إنك بنت، وتأكدت مزبوط لما ضربتك على كتفك بالنادي مشان استفزك. وشلون عرفت؟ خبرة. الناس بتفكر إنه الملاكم ما بيفهم بشي غير الملاكمة، ما بيعرفوا إنه الملاكم الحقيقي لازم يكون عنده سرعة بديهة، وبده يلقط أقل التفاصيل وأصغرها، وطبعاً بده يكون في عنده كنترول على حواسه مو العكس. وإذا صار العكس شو بيصير؟ بكل بساطة بيجيكي بوكس مانك حاسبتي له وبتنسطحي على الارض. شبكي؟ ما في شيء، بس عم فكر بكلامك. احيانا بخاف من هيك ضربه. لا تخافي، بحسب خبرتي البسيطه يعني انا بشوف فيكي بنت متميزه، بس اهم شيء تكوني بتتحكمي بحواسك. احيانا مو دائما، بس لما بفكر بفارس. ومين فارس؟ أخي. وينه هلا؟ استشهد بالعراق من 3 سنين. الله يرحمه. والله شكل الحكاية فأسة معي اليوم الشباب. شو رأيكم نطلع لعند ودي عنشف لنا شي فيلم؟ كفو؟ أنا ما بقدر اليوم، عندي لازمة. لازمة؟ ولك يوسف، فكرك ما حدا مشتلى عليك وأنت عم تبحلق بهي عنست العربي رشا؟ ها؟ لا، وقاعد ومظبط أموره وعم يبحلق وكل شي تمام. ليش مفكر ما حدا سمع تعليقاتك البايخة طول الحصة أستاذ زين؟ يوسف، هلا أنت عن جد متعلق بالآنسة رشا؟ يعني هي أكبر منك مدري بقديش. ليك حبيبي ليك، أنت ما بتعرف فرهاد، هذا اسمه الحج يوسف، وقت اللي بيضرب بيضرب عتقيل. خلصنا أنت وياه عاد، بلاش تعصبها. لا لا، كل شيء إلا تعصب، بحياة الله كل شيء إلا تعصب، خوفتني. شو عم بتبحلق؟ الله، شكلك غرقان لهون. قلت لك عندي لازمة. الله معه الله معه. لك هيدا شوفري كيف عم يتطلع. يا شايفين؟ صرت كمشته أكثر من مرة هيك عم يعمل. شو عم يعمل؟ عم يتطلع عليك يعني؟ إيه عم يتطلع علي. يي كيف لعن يتطلع عليك وأنا موجودة؟
يعني استحليتك شي مرة تجي تاخذني على الوقت. بابا سما تفضلي اطلعي لاني مستعجل وعندي موعد. وما دام عندك موعد لشو جاي تاخذني؟ الشوفير مريض وجيت اخذك محله. طيب شو اماني بدك تجي معنا؟ لا خلص عندي كم شغلة لازم اعملها قبل ما اروح على البيت. طيب اوكي يلا بشوفك. يلا يلا اللي بيشتغلوا عندي هن صورة للمطعم، وأنا ما بعتقد إنه فيك تحقق هاي الصورة. أنا وضعي المادي شوي صعب ومضطرة على هذا الشغل. بس أنا مو فتحت كيه، روحي دوري على شغلة ناسبة. أنتي ما بتناسبيني ولا بتناسبي مستوى المطعم. طيب أعطيني فرصة، أنا بوعدك إني أقدم صورة كتير ظريفة. أنا آسف ما أظن تحقق هاي الصورة، لأن المقومات بدنا إياها في طائم عملنا للأسف مو موجودة عندك. الله معك. هومو هومو هيا هومو او شوما هومو هومو او او هومو يا هومو. انا مني هومو، عم تفهم شو اهبل؟ انا مني اهبل. خلصت شك الفستان اللي علي، بدك مني شي تاني قبل ما اروح؟ لا سلامتك حبيبتي، بس ما تأخري بكرة، طيب كثير لنتعمل تعزيل البيت. حاضر تكرمي. شو رجعت حليمة لعادتها القديمة؟ ما اتفقنا تضلي فيها بالسياحة تتعودي عليها؟ شو احكي؟ البابا ما هان علي وطلب مني انه ما عاد البس هيك شغلات. البس هيك شغلات؟ كأنك عم تعملي شي غلط. طيب ما زال مو غلط، ليش بابا ما هان علي؟ شكله ابوكي ما بده اياك تكبري لحتى تضلك تحت جناحه. لا انت ما بتعرفي لبابا، ما بيفكر بهي الطريقه. بعدين بابا كتير بيحبني. ما هو لانه بحبك عم بتصرف هيك معك، كل الاباء اللي بحبوا اولادهم هيك بيعملوا. انا ابي طرقني قتلي وهي قتلي اول مره شلت فيها حواجبه. اه لو بشوفني هلا على هالهيئه لكان انجلط. الله يرحمه ويحسن اليه. الانوثه هي حق لكل بنت ومره يا سيرين، ما لازم تقمعها، لازم تظهرها. هي شغله مش عيب، شغله طبيعيه. بس انا ما بدي زعله لبابا. مو ضروري يعرف انك عم تلبسيها، كوني ذكية وشاطرة. شو بكي؟ انت وطالعة على البيت اشلحيها، وانت ونازلة من البيت البسيها. وين بدي اشلحها والبسها؟ لاقيلك شي قرن مدراية عندكم بالحارة، اوكي؟ اوكي. يعني اقتنعتي؟ يعني مع الوقت بتقتنعي. اصلا ما كنت مشعل، كنت جبتي ولد اهبل وبشع مثل ابنك اللي مرمي جوا. شو موقفك وراي يا اخي؟ شو اهبل؟ ايش الاهبل؟ صالح؟ ايه صالح؟ ما توقعت تشوفيني بعد كل هالسنين. ما شو بدك مني؟ Does Alicia still like Arab food? Yes, but she cannot cook. I know, she didn't learn to cook. Alicia used to be very thin before. Mm-hmm. When she left to Germany, she never liked food. Well, Alicia put on some weight. Really? But I don't want to get married. Can't you see me outside? I'm not listening to you, Mama. لا أنا متأكدة في صوت خناق. أنت شو بدك مني؟ شو جابك لهون؟ شو جابني لهون؟ شو نسيتي إنه هذا البيت والذهب والعز اللي أنت عايشة فيه من مالي وتعبي؟
أنه تعب؟ تعب النصب اللي دخلك السجن يا صالح؟ لك أنا فتت على السجن كرمالك منشان جيب لك كل شي بدك إياه. أنا ما قلت لك تنصب على الناس لحتى تصرف علي. يا لطيف شو قليلة أصل، أكالة نكارة. بس مو غريبة عليك يطلع منك هيك حكي. لك أنت ما تنازلتي تزوريني بالسجن وأنت مرتي. أنا مو مرتك. إذا تذكرت أنا طلبت الطلاق من أول يوم فت فيه على السجن. أنا ما رضيت طلقك ولا حطلقك إلا لا ترجعي لي كل المصاري اللي تركت لك ياهن وتتنازلي عن الأملاك اللي كتبت لك ياها. أنت كتبتهم باسمي لأن خفت عليهم يتصادروا. أنا اللي استثمرت هالأملاك وعملتهم بتعب وشقاي. هالكلام مو علي بتهاني. أنا اللي بعرف مني لميتك وعملتك خانم. نزل إيدك عن شعري ولا بصرخ وبنبع عليك الناس. صرخي لأشوف. ضحي حالك. خلي الناس تعرف إنك متزوجة وهربانة بمصاري جوزك. أنت مالك جوزي، أنت واحد خريج حبوس نصاب. تهاني تهاني، أنا سيرين، عاوزة شي؟ فيكي شي؟ ما فيني شي، أنت روحي على البيت، أنا مو صاير معي شي. أكيد يا تهاني. إيه أكيد. عمرو عليك مثل هالوقت وبدي اياكي ترجعي لي كل شيء والا بفضحك يا مدام. خير ان شاء الله. مين حضرتك؟ انا عايده جارتكم بالطابق الرابع. كأنه سمعت شهد عم تصرخ. خير هي فيها شيء؟ لا شهد ما فيها شيء، اصلا هي مو موجوده بالبيت. بس انا متاكده انه سمعت صوت شهد باذني. يا ريت تاخذي بنتك وتطلع على بيتكم احسن لكم. اصلا نحن السلام مو بيناتنا حتى تتدخلوا بخصوصياتنا. طيب ماما، بس انا متاكده انه سمعت صوت شهد باذني. ليه عم تقلي اصلا انه هي ما انا بالبيت؟ لكن الي من وشي حاكم؟ انا مو ناقصني شياطين الدنيا عم تتلطط قدام عيوني. ما في داعي للغلط يا سيدي. يا خوفي يكون ابوها عمل فيها شيء لحتى عم تبكي كل هالبكاء. طولي بالك ماما، قد ما كان هذا ابوها ما رح يأذيها. انت ما بتعرفي شيء عن ابوها، ابوها عقله كثير صعب. يعني لك كارثة اذا بكون عرف شيء عن هذاك الشاب. انو شاب؟ ماما ما في لك، هي تفاصيل بتخص حياة شهد الخاصة. اوكي انا بحترم هذا الشيء، بس يعني انا ممكن اقدر ساعد. ما في لك، لا تغصبيني. طيب ماما مثل ما بدك، بس انتي هلا ما في شي بتقدري تعملي. لك طافية موبايلة. انا حاسة بمسؤولية تجاه هاي البنت، يعني اذا صار لها شي رح احس بالذنب. شو الشي اللي عم يخليك تحسي بهالمسؤولية؟ انتو ربيتوني انه الحرية مسؤولية لحتى نتحرر من ذاتنا ومن الأنانية. بتتذكري لما كنتي تحكي لي إنه إحنا وصغار إذا رفيقتي اشتهت سندويشة اللي عم أكلها بالمدرسة شاركها فيها؟ إيه هي المشاركة بالألم بالحزن بالمصايب اللي بيخلينا نحس إنه إحنا بني آدمين. ماما أنا عم حس إنه أنا بتمتع بهذا البيت بمساحة من الحرية، لازم نقلها إياها لشاهد وخليها تحس فيها هي كمان. بس ماما أنت عملتي اللي بتقدري تعملي، وعم تواجهك حدود وقيود إلى علاقة بعائلتها، وإنتي لازم تحترمي هذا الشيء، لأنه نحن عايشين بمجتمع بفرض علينا مسؤوليات وولاءات للعائلة وللتقاليد وللأسرة. ما أنا مشان هيك حاسة حالي إنه إيدي مربطين وما عم بقدر أعمل شيء. ماما أنا جوات هذا البيت عم بتمتع بمساحة من الحرية، بس براته عم بنصدم بجدران وقيود وحدود لكل شيء ومفاهيم غريبة، وشباب عم يفشل بسبب كل هاي الأفكار. ماما هون الامتحان الحقيقي لقدراتنا، كيف نحن بنقدر ننقل مفهومنا للحرية والمسؤولية للآخرين. وفي شغلة كتير لازم توعيها، إنه هاي المسؤولية مقترنة بحدود هي خصوصية حرية الآخرين، لازم تحترمي كتير هاي الحدود. بس أنا خايفة على شهد. طب يعني بركي أبوها عمل فيها شيء؟ ماما اسمعيني، ماما أبوها ما رح يعمل فيها شيء، بتضلها بنته ومن لحمه. بس أنتي
أهم شيء إنك تحترمي خصوصيتهم العائلية، ما تحاولي تقحمي نفسك وتفرضي عليهم يشاركوكي معلومات وتفاصيل هن بيعتبروها خاصة. عم تفهمي علي ماما؟ أوكي. طيب أوكي ماما، ريحي أنت هلأ وأنا بعتذر من هيلين. أوكي يا بطبوط؟ أوكي أوكي. بيج بيج سمايل. حاجة تصرخي، الجيران نزلت على صوتك. أنا ما عم صرخ. يعني فكرة حالك إذا بكيتي وصرختي رح غير رأيي يعني؟ أنت باكا لازم تقرأ الفاتحة من دون علمي. لك يا بابا أنا أبوكي وبعرف مصلحتك. بس يا بابا أنا قلت لك بدي كمل دراستي، ما بدي أتجوز هلا. دراستك بتكمليها ببيتك مع زوجك، هو ما عنده مانع. بس يا بابا. لك يا بابا العريس منيح ما بيجي كل يوم، وأنا حابب جوزك وأستر عليكي. بهالأيام الجوازة صارت صعبة. وعمر شاب آدمي وحباب ومعه مصاري ومعه جنسية كمان، بعدين مستقبلك معه منيح. بس أنا يا بابا ما بعرفه، ما بحبه. شوي شوي بتتعرفي عليه وبتحبيه. قد ما بكيتي وقد ما صرختي، العرس والدخلة الأسبوع الجاي، من بكرة ما عاد في مدرسة، فهماني شو عامل لك؟ على صفحة ساري الرافي أكثر من 1 مليون فان. وقديه على صفحة أنس؟ كلتهم أني ب3000. الفرق عن جد كبير. أنا خايفة يكون عامل لي بلوك. ليه هيك عم تحكي؟ لأنه كل ما أطلع أونلاين بحكي بيطلع فجأة بير أوفلاين، يعني أكيد في شي. لازم تشوفيه وتجربي تعتذري منه. أنا بدي أعتذر منه؟ ليه؟ ها إذا بدك يرجع يحكي معك، أنس عنيد ونجم ما رح يرضى يرجع يحكي معك غير ما تعتذري منه. نجم؟ نجم شو؟ ما كل معجبينه 3000. وشو أنت؟ صارت لبسة تياب جديدة، من وين المصاري كلها؟ منيح اعترفتي إنه هو اللي تياب جديد ومنن شحادة. شوفي ربيع شو بدك؟ دهاني لا تجنيني، أنا شفته بعيني، كان في واحد عندك هون بالشقة. ومن إمتى بتسألني من عندي ومن إجاني؟ ليك ربيع، أنا ما جبت لحياتك إلا السعادة والمتعة، اصحى تفكر بتجيب لحياتي المشاكل، وقتها بتطلع من هذا الباب وما عاد بدي أشوف وجهك. أنا آسف. عن جد آسف. هاي. هاي. شو مشغولة؟ شات مع بوي فريند. عندك بوي فريند؟ ايه. انا بعرفك شي؟ لا بس يمكن فريند فريند. والبوي فريند تبعك حلو؟ بعلاقة البنت والشاب الشكل مش اهم شي. شو هو اللي اهم من الشكل؟ انه يكون عنده خبرة بالتعامل مع الجسد. نحن بنتعرف على اجسامنا لما حدا بيتقرب، ولما بتتفاعل مع جسد الاخر بنبلش نحس بأجسامنا. يعني بفهم إنه علاقتكم فيها جنس؟ شو هالسؤال يلي عم تسأله ونحن ما حتى منعرف بعض؟ أحياناً منكون أجع لما منحكي مع ناس ما منعرفهم. أنا لازم روح، باي. صار البوي فريند أونلاين. شكله شاب حلو، صورته كتير حلوة. شوكت، رجعنا للعادات القديمة تجيب معك بنت على البيت؟ انت ما دخلك. يلا يلا فوتي لجوا. ماجي عبالي عكر ليلة الحلوة بوشك البشع وتطلع بوشك. يلا فوتي فوتي. حركاتك الوسخة هاي عملها برات هالبيت بعيد عني وعن ابني. يلا قولي انه الغيرة اللي حتقتلك. حتقتلك الغيرة من جمال وشرارة. يا لطيف. ايه تكرهي حالك. تكرهي حالك. شوفي انت كيف وهي كيف. شوفي جسمك. خلص خلص ما عاد بدي اسمع هالحكي، حرام عليك. شو عمل فيك قليلي؟ انا بورجي. لا لا معلش رجع معي. ما بدي ما بدي. تعال
كيف الدراسة؟ تمام تمام ماشي الحال. يا بابا الله يرضى عليك، أهم شيء دروسك، وأنا ما بدي شيء ينشغل فيه عقلك إلا دروسك. أنا سألت أمك على شيء اللي كنتي لابستيه تحت ثيابك، فقالت لي إنه هي ما جابت لك هيك شغلة، فإذا أنت بدك تشتري هيك شغلات بتأثير رفيتك هي تبع المدرسة. بابا غادة ما دخلها، مدام تهاني هي اللي عطتني إياها. أنت رايحة تشتغلي عندها ولا تتفسدي؟ بكرة بتروحي بتجيبي إجرتك الشهرية، خلاص ما بقى في روحة لعندها. بس يا بابا. يا بنتي أنت عندي أغلى من مال الدنيا، والقرشين اللي عم بيجوا من عندها ما بدنا إياهم. فهمتي علي يا بابا شو عم بقول لك؟ الله يرضى عليك. طيب ماشي فهمت. ماشي يا بابا، أنا رح روح ساوي لك كاسة حليب مشان تشربيها قبل ما تنامي. صباح الخير. بقيت طول الليل قلقان عليك، بعده جسمك عم يجعك من الوقعة؟ الله يكسر ديته. وعدني ما بقى تعمل اللي عملته امبارح. شو عملت؟ كنت حامل قصبة خشب وبدك تهجم على بيك، منيح لما شافك. بعدك خايفة عليه؟ لا أنا خايفة عليك، تعرف لو شافك ما كان رحمك. وأنا مش رح أرحمه. ما بقى تبكي. وعدني ما بقى تعمل هيك. بوعدك خلاص. وينه زالة؟ مش طالع صوته اليوم. زالة 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 حبيبي زالة 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 حبيبي يمكنني مخنوق. زالة مين اللي خنق زالة؟ مين اللي قتله؟ هو مش هيك؟ هو اللي قتل زالة، هو اللي خنقه. زالة 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 هي بسموها ويندر برامو، وطلع الصدر أكبر من حجمه الطبيعي بكتير، يعني ما معقول شو بتعمل، تعمل فرق ياخد العقل. خلص بكره بس انزل على بيروت حشب لك وحده مثلها. لا شكرا انا هيك رضيانه بحالي. لا شكرا انا هيك رضيانه بحالي، وكأنه صدرك دي ولا ايه؟ اف انت ليش هيك لامه هم صدرك؟ كم مره فهمتك انه تسكر سحابك؟ نحن بمدرسه مو بمرقص. يا انستي والله والله هو لحاله ما بشوفه غير نزل. مانك شايفه يا انستي؟ اضبطي وقفتك لما بحكي معك وبلا قله ادب. اصلا هي كل جكرها لانه صدري اكبر من صدرها. انا مشغول بالي على دياله، لك لا عم ترضى نحكي معها وما عاد اجت على المدرسه وبدها تضل لحالها. أنا ماني عارفة ليش أنت بتضلي شغلي حالك بقصص الناس. خلاص بس ديالا رفيقتنا. لك على عيني وراسي، بس هي هاد البتية، نحن لازم نحترم اختيارها. بعدين عايدة بدي أقول لك شغلة، أنت كتير فضولية. فضول مو عيب. هلأ الفضول مو عيب؟
بس ما حيجيب لك غير وجع على الراس وانت بتعرفي تماما هذا الكلام. برأيي لاقي لك شيء قصة حب، شيء شب اعملي معه علاقة، حبي يحبك، مو احسن ما لك موجع راسك بفلانة وعلانة هي عم تبكي وهي زعلت وما بعرف شو، ووقتها بصير تترجيني مشان جيب لك الوين دير برا. أنسي رشا، أنت بتعرف إنه هدول الشباب اللي عم تدرسيهم هن مراهقين ولازم نتوخى الحذر بالتعامل معهم لأنهم بمرحلة حساسة من العمر. أكيد طبعاً، يعني أنا مدركة إنه هن مراهقين، بس سوري يعني شو له داعي هذا الحديث؟ حضرتك شايف شي غلط علي؟ بعتقد إني أنا عم كون كتير حذرة بطريقة تعاملي معهم. أبداً أبداً، بس أنا لاحظت إنه لبسك ملفت للنظر ومغري شوي. أنا آسف أنسي رشا إذا عم بستخدم ألفاظ عم تزعجك، بس هدول مراهقين ومو متعودين على هيك شوفات. عفوا، شو قصدك بهيك شوفات؟ يعني حضرت مدير كأنه انت عم تقلي انه انا كل يوم عم بجي بالميني جو؟ أنسي رشا، انت شو ما لبستي عم يلفت النظر لانه قوامك جميل. بدك تسمح لي، يعني انا مالي طالبه عندك لحتى حضرتك تقرر شو بدي البس شو ما بدي البس. انا بعرف هذا الشيء، بس انا من باب المونة، بعدين انا خايف يصير معك مشاكل لانه هدول شباب مراهقين وممكن ينجرفوا بسرعة، بعدين في عندك شباب يعني ببيوتهم وشايفين ضفر إخواتهم، وهاللبس اللي عم تلبسيه يعني تحول كبير لنظرهم الذكري وممكن مع الوقت يتعودوا عليها. أنسي رشا، أوكي أنسي رشا، فيك تلبسي اللي بدك إياه خارج دوام، بس أثناء الدوام الأفضل أنه يكون اللبس محتشم شوي. خلص أوكي فهمت. وإذا حبيتي في مريول بيلبسوا الأنسات خلال حصص. وشو رأيك اتحجب كمان؟ على كل حال رسالتك وصلت وأنا تفهمتها وتقبلتها، بس طبعاً ضمن حدود حريتي الشخصية. عن إذنك. يا الله كأنه هالكيمياء عم تصعب، في شغلات كتير ما عم بفهمها، يا أما هالأنسة عم تصعب المسائل. لا أنتي ما كنتي مركزة منيح. لا مركزة، لك إنه مركزة بس مو مثل العادة. أنتي صايرة كتير عم تصفني هالأيام، أبصر مين شاغل لك عقلك. ما حدا. إيه صدقتك. ما بدك تلغيها لصفحة الفيسبوك تبعني فيه؟ لسه بكير، بس أبوها اعتذر منك. إذا اعتذر أبوها مو معناها أنه هي تعلمت الدرس. خليها كم شهر مشان تتربى. كم شهر؟ كل ما ضلت الصفحة أكتر، كل ما شافوها ناس أكتر وحكوا بالقصة أكتر وكبر الخوف جواتها لنيفين، والله لخليها تعمل لنا ألف حساب. بس أنت ضد الخوف يا غادة. إيه ضد الخوف، بس يلي مثله لازم يخاف مننا مشان ما يصادر لنا حريتنا. لك حاجة تصفني؟ عم فكر بكلامك، شو عامل اليوم المساء؟ رايحة على المشغل. يعني ما رح تخلصي لوقت متأخر. البابا بده ياني اعتذر من الخياطة. قال شو؟ عم تلهيني على دروسي. أنا معه، أساساً شغل الخياطة ما بيضيف لك شي لدراستك، بس كتير عم يساعدني مصروف البيت. فينك تمر اللي عندي اليوم بعد مشوارك؟ في شغلة بدي أحكيها معك. شغلة شو؟ لك خلص بس تجي بتعرفي، صايرة مو بس بتصفني وبصلتك محروقة كمان. أنسي رشا، إن شاء الله ما تكون تأذيت من وقعة امبارح بالميكرو. رجاءً وقت يكون عندك سؤال تسألني إياه وقت تكون عم بعطي الدرس بالصف أو بالوقت المخصص لأسئلتكم بغرفة المدرسين وبس، مفهوم؟ عن شهد اجت اليوم على المدرسة؟ لا والله شهد اليوم ما اجت على المدرسة، انت جارتها ما؟ كان بدي حكيها بموضوع مهم. والله حاولت كثير دق لها خلال الفرصة بس كنت بدي اطمن عليها، بس بالحقيقة تليفونها مسكر. طب إذا عرفتي شي عنها بليز حاكيني على هذا الرقم، سجلي رقمي عندك. طيب يلا، ثانية صغيرة.
اوكي ماشي باي. حكيم كرمال ماي نوز جاب من غارك حلو ما بشي وما رح تعمل العملية بليز بابي جاي عبالي اعمله مثل جاي لو ولي انت بعد ما صار عمرك 19 سنة وبدك تعملي عملية النوز جاب ساعة بدك تكبري صدريك ساعة بدك تكبري شفافك امتى رح تكبري عقلك وتقتنعي بجسمك وبحالك وتبطل تقلدي حدا ايمن ولا وطول بالك على البنات بعدين هيدا جسمي وانا حرة فيه لا انت مانك حرة مانك حرة تأذيه أنا أبوك ومسؤول عنك وعن تصرفاتك وأنت مين مسؤول عن تصرفاتك؟ أنا مسؤول عن تصرفاتي وأنا ما بحب حدا يسيطر علي حتى لو كان بيي وخصوصا إذا كان بيتصرف على راحته بلا ما يهمه غيره سما شو باكي؟ ما بصير تحكي هيك مع بيك طانت فاديا شو رأيك خبرك إنه نانسي البنت يلي بالأدمينستراسيون يلي كل مرة بتتقبري أنت وبابي طيش حتى مش شحطة رقاها وخليها تصير مديرة مكتبه هالحكي سخلي رفعت نانسي يا أيمن عجبك هيك؟ وبليز تبقى قلا ما تنسى روجا لافر بالسيارة عم تظهر معك بالسيارة وأنا قلتلك ونبهتك يا أنا يا هيدا البنت أوكي قلك شو تركتلك البيت وفالي خليك لشوف تنبسط انت والست نانسي تبعك يا عمي هلا هي بنت صغيرة عم بتخرف بدك تصدي كلامها؟ شو في ماما؟ في شي صاير معك؟ أنا معي نص ساعة وبعدين لازم أطلع العمليات هلأ هي تاني مرة حدا بيقلي إنه أنا معقدة يعني صرت حس حالي إنه أنا عن جد هيك هلأ أنا معقدة؟ الكلام اللي بيوصفنا فيه الناس هو إنعكاس للطريقة اللي هن بيشوفوا فيها أنفسهم يعني رفقاتك اللي عم بيقولوا لك إنه أنت معقدة هن على الأرجح بيشوفوا نفسهم بهي الطريقة يعني بس لو هيك هاد شي عم يخليني حس إنه أكيد في سبب لحتى عم يقولوا لي هيك يعني معقول أني بحاول كون دايماً صح؟ ماما الصح والغلط شي نسبي كتير بيختلف بين شخص وشخص بين بيئة وبيئة وانت شخص عم تحاولي تتصالحي مع ذاتك فحتى لو غلطتي مو عيب هو صح انا قاسية على حالي بهي النقطة يعني بحاول انه اتجنب اني اغلط ماما الغلط ضروري مثل الصح تماما لازم تنظري للحياة على انها رحلة تطور كل يوم جديد بحياتنا هو مرحلة جديدة بهي الرحلة وهي الرحلة ما بتوقف عند سن معين يعني نحن قد ما كبرنا منضلنا عم نتغير وعم نتطور يعني انتي لهلأ عم تعيشي هاي الرحلة؟ طبعاً هذا الشيء هلأ اللي عم عيشه جديد علي ما بعرفه بس الفرق بيني وبينك انه التطورات بعمرك بتصير بسرعة كتير كبيرة حتى على غفلة منك بس انتي لازم تتصالحي مع هاي التطورات حتى لو غلطتي ماما ما مشكلة لازم تتعلمي من الغلط لحتى تعرفي شو هو الصح
ايه بس انا هاد الشيء عم يخوفني. ليش تخافي ماما؟ لازم تتحرري من الخوف بهي المرحله، واول خطوه لتتحرري من الخوف ما تخلي انعكاسات رفقاتك تتسرب لجواتك. يعني مثل ما قلت لك رفيقتك اللي قالت لك انك معقده هي اللي معقده، خلي هذا الشيء بمخك مشان تقوى ثقتك بحالك، وشوي شوي بصيري تستمتعي بهي المرحله، وبدل الخوف بقوى عندك روح الفضول وحب المغامره وحب الاكتشاف، اكتشاف ذاتك يا عايده. فهمتي حبيبتي؟ شو يا بطل؟ صرت احسن هلا؟ ايه بكثير. هيك بدي اياكي. كلام ماما خلاني اليوم اتاكد انه اخطائنا جزء من نضوجنا الفكري والذاتي اللي بيترافق مع نضوجنا الجسماني بهي المرحله اللي ماما سمتها رحله التطور واكتشاف الذات. قديش هالجمله بتبين عميقه ومجرده، بس قديش كل ما منفكر فيها منحل لغزة، مثل ما منحل لغز انفسنا شوي شوي، مثل قطعه الكنفه، قطع صغيره صغيره مرتبطه مع بعضها وما بتقدر تكتشف كل وحده الا اذا جمعتها مع بعض. بهي اللحظه تحررت من هاجس الخوف انه اكون عن جد معقده. عن جد انا شفقانه على سما لانه هي عم تعاني من جوا لحتى قالت لي انه انا معقده. مالك الاحمد؟ ايه انا مالك الاحمد، مين انتو؟ شو بدكم؟ ابعد عن طريق دلع احسن لك. ها لك انتو مين؟ انت مالك علاقه مين نحن؟ تعمل اللي عم نقول لك عليه وبس. وين الصور؟ اي صور؟ صور اللي اخذتها لدلع. ما بعرف وين الصور ولك؟ اي صور؟ صور دلع؟ صور دلع هني باللابتوب هون. شيل حسابه عن الفيسبوك. ايه خلص. ايه أمر؟ إيه. مدام تهني طلعت على بيروت، تعرفي إمتى راجعة؟ ما عندي علم، بس تركت لك هالظرف وأمنتني سلمك إياه باليد. طيب ماشي، يسلم. سيرين الأمورة، أنا صارت معي ظروف واضطريت أطلع على بيروت. بالوقت الحالي ما بعرف إمتى رح أرجع، بس تركت لك إجرتك الشهرية وفوقها شوية مصاري إلك أنت، وعديني إنه تشتري شي إلك، شي عاوزتي، واعتبريه هدية مني. أنت بنت طيوبة كتير، وأنا آسفة إنه قطعت لك رزقك بسفري، بس أنت ذكية أكيد حتلاقي شغلة تانية، ديري بالك على حالك ولا تنسي تضلك لابسة الستيانة. تهاني. خير، مين انت؟ أنا عايدة رفيقة تالا. رفيقة تالا على الباب. إلا تالا مو موجودة هون. تالا مو موجودة. إلا تفوت يا ابني. تفضلي. اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، تفضلي. انا اسفه اذا اجيت بوقت غلط. اهلا وسهلا يا بنتي، تفضلي. ما صار الا وكسرتي كلمتي وفوتيها لرفيقتها لهالحراميه.